وجديدة تقرب عالم الألعاب الرقمية من عالم الخيال العلمي. كونستانتينوس ميلدياتيس، طالب بالمعهد العالي للعلوم التقنية بزيوريخ بسويسرا، تمكن من اختراع ما قد يكون أحسن صورة رمزية صممت إلى حد الآن. مشروع ميلدياتيس سيمكن اللاعبين أينما تواجدوا حول العالم من اللعب في نفس الفضاء الرقمي. إنها مصنوعة من مادة من البلاستيك يمكنك طباعتها بكل سهولة في المنزل باستعمال مطبعة ثلاثية الأبعاد. أجزاؤها سهلة الحركة وهي شديدة الحساسية، فبإمكانها تسجيل كل حركة بدقة بالغة لتوفرها على بوصلة رقمية. جهاز كنكت للاستشعار الذي تتوفر عليه القفازات يتواصل مع برنامج جافا، يتبع حركة المستعمل ليزامنها مع باقي المستعملين عبر الانترنت. لا أعرف كيف يمكن أن يكون لجسدك أي دور في محيط الرقمي. أنت يمكنك من التحكم في مثيلك الرقمي، لكن لن يكون لجسدك أي دور. ستتمكن من التواصل في وقت حاضر، وذلك داخل واقع معزز رقميا، وسيصبح جسدك هو مثيلك الرقمي. أظن أن هذا هو التطور الذي يحمله الاختراع. ميلدياتيس يعترف بأن الألعاب التي تستعمل فيها الأسلحة ستكون هي الأكثر استفادة من اختراعه، لكنه يؤكد على عدم اهتمامه بمثل هذه العروض. ميلدياتيس قبل عرضا لإنشاء متحف رقمي في واشنطن.